السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ جواد بن دحو في امتحان جهوي. إذا امتحان جهوي ديال سوسمة السدرعة 2016 اللي يالله حرصناه، بمعنى أنه امتحان جميل في المتناول. ارتأيت أنه نصحو باش الناس كذلك يتأكدوا ويشوفوا واش عندهم نسائل صحيحة ولا لا. نبدأ على بركة الله. غادي تلقاو التمرين أسفل الفيديو. إذا نبدأ على بركة الله. أجب بصحيح أو خطأ. تأثير الهواء على شراع مركب، تأثير عن بعد. طبعا شحال من واحد راه قلنا شحال من مرة أن تأثير الهواء هو تأثير تماس موزع وليس تأثيرا عن بعد. إذا السؤال هذا نبداو نقسمو التمرين كما تلاحظون. إذا تمرين واحد، إذا السؤال واحد 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 خطأ، ثم اثنان واحد. تأثير سطح الطاولة على كتاب موضوع فوقها تأثير تماس، صحيح. وخا ما قالوش هما تماس موزع ولكن راه صحيح. إذا هادي نقولو صحيح. ثم يكون جسم صلب في حركة إزاحة إذا تغير اتجاه قطعة تصل بين نقطتين من هذا الجسم، طبعا خطأ لأنه كيحافظ على نفس القطعة. إذا هادي نقولو خطأ. ثم أربعة واحد، تتحول الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز تسخين إلى طاقة حرارية، طبعا هذا راه صحيح. مزيان. إذا هنايا أربعة نقاط سهلة. نمشيو لإملاء الفراغ. إذا كان جسم صلب في حركة إزاحة شي حاجة فإن سرعته تتناقص، طبعا إذا كان جسم صلب في حركة إزاحة وعطينا هنايا بزاف الاختيارات، طبعا في حركة إزاحة كاينة منتظمة متسارعة متباطئة إلى آخره، طبعا في حركة إزاحة متباطئة فإن سرعته تتناقص. إذا متباطئة سرعته تتناقص. جوج يوجد شخص واقف على الرصيف في حالة بالنسبة لحافلة، إذا تمر أمامه، طبعا واخا هو كنقولو واقف هكا لا يسحب في حالة سكون ولكن هنا راه في حالة حركة. نعبر عن قانون أومنيموس الأمي بالعلاقة U تساوي R في E. تمكن قراءة معطيات العداد الكهربائي لتركيب منزلي من تحديد الطاقة الكهربائية. إذا هذا التمرين بسيط. إذا نشوفوا التمرين الآن الموالي. إذا الجزء الثاني، نضع لعبة لعبة أطفال سيارة ذات محرك كهربائي كتلتها M تساوي 300 غرام ومركز ثقلها G فوق مستوى أفقي كما يوضح الشكل واحد. اذا عندنا واحد السياره ما كيهمنيش الشكل ديالها وعاطينك مازال انها في حاله توازن تخضع لي بي وزن اللعبه و ار القوه المقرونه بتاثير المستوى الافقي على اللعبه. اذا نصنف كل من القوتين ار و بي الى تاثير تماس وتاثير عن بعد. اذا راه بسيط. اذا ار راه تاثير تماس، ثم بي اللي هو الوزن طبعا تأثير عن بعد. ولا أسهل. حدد مميزات القوة بي. قلنا أن مميزات القوة بي معروفة، هي دائما ثابتة وفيكس. إذا مميزات القوة بي هي طبعا هنايا نقطة التأثير هي جي، خط التأثير المستقيم الرأسي المار من جي، المنحة من جي نحو الأسفل، ثم الشدة راه باينة اللي هي بي تساوي ام في جي، العلاقة بي تساوي ام في جي. إذا ام عطاونا 300 غرام نحولها هي 0.3 كيلو في 10 تساوي 3 نيوتن. هكا بتطبيق شرط التوازن حدد منحى وخط التأثير وشدة القوة إر. إذا بما أن بي هو هذا فإن إر كيكون طبعا العكس ديال بي. إذا هنايا غادي نشوفو هنايا، لاحظوا معايا،
اذا راه باينه بما انه هنايا عندنا بي بهذا الشكل فان ار كتكون معاكسه يعني نقطه التاثير هنايا بالنسبه لار ما عطاونيش هكاك ما عطاونيش اذا كنعتبرها في الوسط ما عطاونيش كنسميها انا اللي بغيت كنسميها ا نقطه التاثير هي ا طبعا الا كانت الطوموبيله هي هذه اللي رسمين لينا هما في الورقه طبعا بهذا الشكل فنقطه التاثير كتعتبرها شي بلاصه في الوسط وكتقول ا واخا هما ما قالوش لك رسمها ولكن كتعتبرها ا اذا ولكن لاحظوا هما ما طلبوش مني نقطه التاثير تفاديا لهذه المشاكل كلها طلبوا مني فقط المنحه وخط التاثير وشده القوه اذا المنحه كنقولوا مثلا من ا نحو الاعلى ثم خط التاثير المستقيم الراسي المار من ا وشدة القوة اغ الشدة هي نيت نفسها الشدة ديال تبي اللي خرجت ليا 3 نيوتن اذا هي نيت نفسها اذا ار تساوي 3 نيوتن ونتمنى انه يكون واضح وانكم تكونوا فهمتوا اشنو قصدت هنايا بهذه المسائل بعد تشغيل محرك تنتقل اللعبة في حركة إزاحة مستقيمية فوق مستوى أفقي ونلتقط صورة بالمواضع مختلفة خلال مدد زمنية متتالية ومتساوية كما يبين الشكل جوج إذا نشوفوا معايا هذا هو الشكل جوج إذا لاحظوا رسمين لنا نتمنى أنه يكون واضح رسمين لنا طنوبيلة غادية كتبعد وشوفوه وبالتالي فإنه بغوا طبيعة حركة اللعبة طبيعة هي طبيعة متسارعة طبيعة الحركة متسارعة لأن المسافات بين ما بين المواضع لأن المسافات إذا غادي نقول لأن المسافة بين المواضع المسجلة في نفس المدة تتزايد لأن المسافات بين المواضع المسجلة في نفس المدة تتزايد نازيا هنايا ملي جاوبنا على 4-1 4-2 قطعت اللعبة أثناء حركتها مسافة 3 متر خلال المدة الزمنية 1.5 سكوند احسب سرعتها بالمتر على السكوند والكيلومتر على الساعة الأمر بسيط هنا الأمر بسيط إذا V تساوي D على T إذا 3 متر مقسومة على 1.5 سكوند إذا 3 على 1.40 واش هي 2 متر على السكوند كنحولوها الكيلومتر على الساعة إذا كنضربوها في 3.6 طبعا هي إذا كنضربوها في 3.6 كتساوي لي 7.2 كيلومتر على الساعة بسيط نعم اذا هذا هنا نكون سالينا الجزء الاول نتمنى انه يكون واضح وفهمتوا مزيان لان الامر راه بسيط نشوفوا الان الجزء الثاني اذا الجزء الثاني تحمل البطاقة الوصفية لمحرك لعبة اذا يعني ديك اللعبة راه خدامة ب 12 فولت و 0.5 واط احسب اي شدة التيار الكهربائي المارة في المحرك عند اشتغاله بكيفية عادية اذا عطيني هما في وعطيني الواط اش عارف انا عارف ان العلاقة بي كتساوي اي في اي نحن نبحث عن اي اذا اي تساوي بي على اي بي شناهي 0.5 و اي شناهي هي 12 كنقسمو 0.5 مقسومة على 12 كتساوي ليا 0.041 المهم تقريبا 0.041 أمبير احسب الطاقة الكهربائية التي يستهلكها خلال 30 دقيقة بالواط ساعة وبالجول الأمر بسيط عندي كتساوي لي بي مضروبة في تي شنو هي بي هنا هي 0.5 شنو هي تي هنايا 30 دقيقة و 30 دقيقة حنا عارفين انها هي 0.5 اور هذه 0.5 واط وهذه 0.5 اور اذا
0.5 مضروبة في 0.5 كتساوي ليا 0.25 واط ساعة. ولا بغيت نحولها لجولة كنضربها في 3600 كتساوي ليا 900 جول. بسيط هاد الامتحان. طبعا اكيد الناس ديال سوسمة السدرعة هيكونوا الان سعداء بهذا الامتحان لانه 14 نقطة مضمونة. التمرين الرابع اللي فيه شوية ديال الذكاء، قال لك يستعمل احمد في منزله جهاز تسخين. اذا لاحظوا احمد عنده واحد الشوفو، ها هو هاد الشوفو هذا خدام 220 فولت 1.2 كيلو وات، وقال لك باش يسخن ليا واحد الماء خاصو 3 السوايع. باش يسخن واحد الماء خاصو 3 السوايع، ولكن احمد صافي عيا ما فيه، ما يتسنى كل مره 3 سوايع، بدا يتسنى بغاش يشوفو كيسخن في ساعه ما كانا. اذا شرا واحد الشوفو. طبعا هاد الشوفو هذا غيكون حتى هو اراد احمد فساعد. اذا فاراد احمد استبدال جهاز التسخين السابق لتسخين نفس كميه الماء بجهاز تسخين كهربائي جديد يستهلك نفس الطاقه الكهربائيه السابقه في مده زمنيه تيجوج واحد ساعه. اذا هذا كيستهلك ليا في واحد ساعه، يعني باش نسخن الماء خصني غير ساعه واحده. اكيد ان هذا الشوفو غيكون مجهد على هذا، حيت هذا باش يسخن واحد الكميه ديال الماء خصو 3 السوايع، ولكن هذا خصو غير ساعه ما كان. وبالتالي فهذا غيكون اكيد عملي واكثر حيويه من هذا. وبالتالي حنا في السؤال الاول بغاو منا بي ديال هذا، بغاو منا بي. كاين اللي مشى فكر في القاعده الثلاثيه ومشى قال لي دار تي واحد ساهم، بما ان تي واحد يعني 3 السوايع والقدره هي 1.2 كيلو وات، اذا في ساعه واحده شحال تكون القدره ديال هذا؟ هذه طريقه، ولكن الطريقه الانسب هو انهم كيبغيو العلاقات، بمعنى انه انت كتمشي تحسب الطاقه ديال هذا، كتحسب الطاقه. لاحظوا لدينا او كتساوي ليا بي، غنسميها او ان بي ان في تي ان، واش مفهوم؟ اذا كتمشي تحسب او ان. اذا وقالوا لنا ان او ان هي 1200، نخرجوها بالكيلووات ساعه حنا كاع، 1.2 مضروبه في 3 السوايع كتساوي ليا 3.6 كيلووات ساعه. 3.6 كيلووات ساعه. وهما قالوا لنا في التمرين انه اراد استبدال، يعني يسخن نفس كميه الماء يعني في ساعة واحدة، يعني يستهلك نفس الطاقة الكهربائية، يعني نفس الطاقة هذه نسميها غير أه، نفس الطاقة اللي كيستهلكها هذا. إذا هذا غادي نسميه أه. طبعا هذا بي اثنان هو اللي كنقلب عليه، تي اثنان راه عاطيها ليا. إذا بي اثنان كتساوي ليا أه على تي اثنان، إذا أه كتساوي أه طبعا هي 3.6، تي اثنان هي 1 ساعة، وبالتالي كيلووات ساعة على ساعة، كتمشي ساعة مع ساعة كتبقى لي 3.6 كيلووات، بمعنى أن هاد الشوفو كتكون القدرة ديالتو 3.6 كيلووات، تريبل البويسونس ديال الشوفو اللولاني. حدد كلفة تسخين هذه الكمية من الماء، علما أن كلفة استهلاك كيلووات ساعة هو درهم واحد مع اتصال وصول. أمر بسيط، ياك سوا خدمنا بالشوفو الأول ولا الشوفو الثاني بجوجهم كيستهلكو 3.6 كيلووات ساعة. إذا الكلفة هي 3.6 كيلووات ساعة في درهم، حيت درهم يعني غنتجنب كاع على الوحدات، 3.6 كيلووات في واحد تساوي 3.6 درهم، بمعنى أن هاد الشوفو كيستهلك تقريبا 72 ريال في ظرف ساعة، يعني في سواء 3 سوايع غادي يستهلك 72 ريال، سواء ساعة ما كان غادي يستهلك 72 ريال، والو نفس تما غير هاد الشوفو مزيان ربح به الوقت، واش مفهوم؟ حيت داكشي باش يسخن هاد الماء هو باش يسخن هاد الماء هذا، فعلا هاد البويسونس ديالو كبر من هاد البويسونس هادي، ولكن باش يسخن ليا الماء هذا يسخن غير في ساعة ما كان، وهذا يسخن في 3 سوايع، وبالتالي كيكون كي بحال بحال. إذا أسرة باك فاستيفال تحييكم، رمضان مبارك كريم الناس اللي كيتفرجوا فينا طبعا واللي كيتفرجوا فينا في هاد اللحظة هادي، وطبعا للأجيال الجاية طبعا كاين اللي غادي يتفرج الفيديو برا رمضان هذيك حاجه اخرى. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان من هذا الامتحان، خاصه الجهات الاخرى اللي بغاو هذا الامتحان واللي عندهم امتحان ان شاء الله يوم الاثنين. دمتم اوفياء، السلام عليكم.